ما كنت تشوفوا هذا هو البيت، يعني هو الحقيقة شبه بيت، يعني بناء طوبي، يعني لا قدر الله كانت لا نو قويه راح طيح الدار. وراكم شفتوا الدار هذه في بدايه الفيديو، راكم شفتوا الدار اللي ساكنين فيها كيفاش كانت دايره. ونتمنى ان شاء الله انه نلقوا كوفرول، حنا باقي ماذا بينا كوفرول، السلعه كاينه كل شيء كاين، خاصه الكوفرول. واجركم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. كما كنتم تشوفوا هذا هو البيت، يعني هو الحقيقة شبه بيت، يعني بناء طوبي، يعني لا قدر الله كانت لا نو قوية راح طيح الدار. ماهوش ملكهم ومش ملكهم، يعني لا واحد داير فيه في سبيل الله. هذا البيت اللي آوي المرأة وأربع بنات، ومن بعد راح نشوفوا إن شاء الله البيت اللي جات المرأة المحسنة هذه وخدمة البيت. احنا المطلب تاعنا ونداءنا محتاجين كوفرول، واجركم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى واتم التسليم. ثم بعد، السادة المشاهدون، اسعد الله اوقاتكم. في اطار الاعمال الخيرية، وكما ترون هذا المكان المخصص لبناء مسكن لعائلة ايتام، الوالد متوفي، فيه الوالدة واربع بنات فقط. المكان هذا واقع بحي بدريان بولايه المنيعه. طبعا هذه البلاصه، هذه البلاتفورم، هذه الحيوط هذه ما شاء الله، هذا من عمل انسانه، امراه تبرعت بمبلغ مالي، خدموا هذا البيت، هذه ربي اجرها ان شاء الله ويجعلها في منزل حسناتها. اما اليد العامله فكانت من ابناء الحي وابناء عمومه هذه العائله هذه. احنا عندنا مطلب، يعني النداء لسكان ولايه المنيعه بخصوص الكوفراج. لما دابينا واحد من ولايه المنيعه هنا، انا في سبيل الكوفراج، واذا ما بحال ما حبش يخدم يعاوننا في الكوفراج، يعني كيما حنا نقولوا ينقص لنا، خاطر هذه راه عمل في سبيل الله. راكم تشوفوا البلاصه هذه، الميتراج تاع الدار هذا، يعني احنا ما دابينا واحد كوفرور في المنيعه اللي باقي يخدم في سبيل الله ويجعلها ان شاء الله يدخر له الى يوم القيامه. هذاك ما انا باقين، واذا باقي يخدم كما حنا نقولوا ويساعدوه ويساعدنا كما حنا نقولوا مبلغ اكل، يساعدنا واجروا على الله. يدير مبلغ رمزي. اكيد يكون يدير مبلغ رمزي، لخاطر هذه راه كما حنا نقولوا لا الناس لا وقفه وجمعيات، واجركم على الله. اكيد الارقام الهواتف راح تلقوها في هذا المنشور. وراكم شفتوا الدار هذه في بدايه الفيديو، راكم شفتوا الدار اللي ساكنين فيها كيفاش كانت دايره. ونتمنى ان شاء الله انه نلقوا كوفرول، احنا باقيين ماذا بينا كوفرول، السلعه كاينه كل شيء كاين، خاصه الكوفرول. واجركم على الله. هذه هي، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كنتم تشوفوا هذا هو البيت، يعني هو الحقيقه شبه بيت، يعني بناء طوبي، يعني لا قدر الله كانت لا نو قويه راح طيح الدار. وراكم شفتوا الدار هذه في بدايه الفيديو، راكم شفتوا الدار اللي ساكنين فيها كيفاش كانت دايره. ونتمنى ان شاء الله انه نلقوا كوفرول، احنا باقيين ماذا بينا كوفرول، السلعه كاينه كل شيء كاين، خاصه الكوفرول. واجركم على الله.